بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد لولیه والصلاة على نبیه والوزن والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد رص وجز ونظو عظم له ولا جذب وصف عيب تاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخدرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسق أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هذه سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نظمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى